الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس الشفاف للنساء؟ الحمد لله رب العالمين. الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة هو أن تستر جميع بدنها عن الرجال غير المحارم، ويشترط أن تستر بدنها بثياب ضافية واسعة لا تحجم شيئا من أجزاء جسدها، وكذلك يجب عليها أن لا تكون ثيابها شفافة تبين عورتها أو تشف عن لون بشرتها، لا عند محارمها ولا عند أخواتها النساء، وأن لا تكون ثيابها فيها شيء من الزينة في عورة نظر الرجال الأجانب. فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوبا خفيفا يبين من جسدها شيء من ورائه، هذا أمر محرم، فلا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم. وإني أخشى على هذه المرأة من أن تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فقوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، يدخل فيه المرأة التي تلبس الثوب الشفاف، فهي وإن كانت كاسية إلا أنها في حقيقتها متعرية، لأن الناس ينظرون إلى ما تحت هذا الثوب بسبب كونه شفافا. فلا يجوز للمرأة هداها الله أن تلبس شيئا من الثياب الشفافة، وعليها أن تتقي الله عز وجل في بدنها حتى لا تمسها النار بسبب ذلك، وتدخل في سخط الله وفي غضبه وأليم عقابه بسبب لبسها لهذا الثوب الشفاف. عافانا الله وإخواننا وأخواتنا المسلمين من كل سوء، والله أعلم.